الصحافة والإعلام دور كبير في تحويل وتغيير مسار العملية الديمقراطية والعكس أيضا. اليوم الصحافة في العراق لها أثر كبير وساهمت في دحر الإرهاب وفي دعم العملية السياسية. لذلك اليوم الصحفيين في كربلاء يحملون الكثير من الهموم والكثير من المعاناة. عملنا في هذا الملتقى على توفير أجواء تجمع ما بين صاحب القرار في نقابة الصحفيين مع حضور أعضاء مجلس النقابة، إضافة للصحفيين العاملين في المحافظة وبحضور مكتب النقابة في كربلاء، من أجل معرفة هموم الصحفيين ومن أجل الدفاع عن قضاياهم وعن يعني عن ما يستحقونه في عيش كريم يتناسب مع وضعهم الثقافي والإعلامي. سنعمل بقوة خلال الفترة المستقبلية على توفير هذه المعلومات من خلال تشريع القانون المطروح الآن في مجلس النواب، ونتعاطى معه بإيجابية، ووصلنا إلى مراحل متقدمة. حرية الوصول للمعلومة معناه أنك تستطيع أن تنقل المعلومات مثل الصحفي الأجنبي الذي يأتي للأسف للعراق ويعطى معلومات، ولا تعطى هذه المعلومات للصحفي العراقي أولا، وكأن الصحفي الأجنبي مع اعتزازنا واحترامنا إليه هو أكثر قدرة من الصحفي العراقي، وهذا بشكل يختلف تماما عن الواقع. الصحفي العراقي من هو الصحفي الأكثر سرعة في إرسال الخبر والمعلومة لكونه في الميدان، والصحفي العراقي صحفي شجاع وصحفي يستطيع أن يضحي في حياته من أجل نقل خبر دقيق وصحيح ومن أجل بلده. كان هناك مداخلات كثيرة من الزملاء حول عدد من القضايا، لا سيما عملية الانتساب للنقابة وتغيير الصفة وتحديد من هو الصحفي وبعض العاملين في الإعلام الدوائر وكيفية الانتماء، وبعض الذين يعني لا يجدون الأبجدية الأولى للصحافة وهم يملكون هويات نقابة. كل هذه جاوبها عليها السيد النقيب أعتقد بشفافية ووضوح، وحديث لم تنقصه الصراحة بين النقيب وبين الزملاء في كربلاء، وإن شاء الله يعني حددت الملامح الأولى للمرحلة القادمة. اليوم الصحفي العراقي يبحث عن توفير بيئة ملائمة للعمل الصحفي، يجب هناك تشريع قانون في مجلس النواب هو حق الحصول على المعلومة للإعلاميين. اليوم الكثير من المعلومات تحجب عن الصحفيين، لذلك لا نلاحظ اليوم في العراق وجود صحافة استقصائية.